نوقفو هنا باش نوصلو الصوت ديالنا لثلاثة ديال الناس. الناس الاولين هما الاباء والتلاميذ. حنا هنا ماشي لدعم واحد الفئه وحده او عندنا مطالب ماديه فقط، حنا ندعو الى تحسين المدرسه العموميه بكل مستوياتها سواء الابتدائي او الثانوي او الاعدادي من خلال اسقاط النظام الاساسي. عوده الاستاذ للقسم رهين باسقاط النظام الاساسي. احنا مع التنسيقيه اللي دارتها التنسيقيه احنا من وراها، ولكن الى ابعد ماذا؟ احنا ولينا حاطين ديبلوم ما بعد التعليم كاع، الى وصلنا كاع لانهم يديروا لنا الفصل ما عندناش مشكل، ولكن هذا النظام باش يطبق في البلاد سواء علينا او لعدد التلاميذ، احنا ندعو الى تحسين المدرسه مع وهذا مرتبط بتحسين وضعيه الاستاذ. احنا بصفه ديالنا اطر دعم اجتماعي والنفسي والصحي في المؤسسات، هذا النظام الاساسي نزل ماشي احنا ماشي غير فئه مهمشه، احنا فئه مقصيه ومنسيه من النظام اللي ما ذكرناش نهائيا، ما عندناش لا تحديد ساعات العمل، ما ذكرناش لا في تعويضات لا في زياده اجور لا في حتى شي حاجه، ما كيحددش المهام ديالنا، يعني احنا كنلقاو مشاكل كثيره. وهذا النظام الاساسي كان عندنا امل كبير انه يحد شويه من المعاناه ديال اطر الدعم الاجتماعي في المؤسسات، بالعكس مني جا نزل ما لقيناش حتى شي حاجه كيذكرونا فيها، ولو كاينين جوج سطور اللي ذاكرين اطار الدعم الاجتماعي ما فيهم لا شي تحديد لا المهام لا عدد ساعات العمل ولا حتى شي حاجه، وهي كنقولها ونعاود هي فئه مقصيه ومنسيه في النظام الاساسي الجديد. النظام الاساسي المشرف الذي جاءت به الوزاره الوصيه على القطاع دون ان تكون اي تدخلات لهيئه التدريس في وضع مضامين هذا النظام مع الاسف. اذا فردت الوزاره الوصيه بمخرجات هذا النظام الذي لم يتماشى مع تطلعات وزاره عفوا مع رجال ونساء التعليم الذين انتظروا لسنوات نظام منصف محفز، ولكن مع الاسف ما جاء في النظام الاساسي جاء بمجموعه من العقوبات التي ربما فيها تضييق للممارسة ديال رجال ونساء التعليم. لم تكن هناك أي حوافز التي يمكن من خلالها لرجال ونساء التعليم بحكم أنهم العنصر الأساسي في منظومة التربية والتكوين أن يعطوا بكل ما جعبتهم لسنوات، ونحن مع الأسف نقدم تضحيات، ولكن الخرجات التي جاء بها لا الوزير ولا رئيس الحكومة ولا الناطق الرسمي ولا كذلك فيما يخص المديري الأكاديميات مع الأسف توضح بالملموس أن هؤلاء لا يهمهم رجال ونساء التعليم ولا تهمهم المدرسة العمومية، بالتالي فهذه الإضرابات إنما يقوم بها الأساتذة من أجل رد الاعتبار لكرامة الأستاذ التي أصبحت في الحضيض.